فصل في اتحاد الصديقين. الصدق في الوداد يقضي بالاتحاد في النعت والصفات والحال والهيئات، ويكسب المشوق ما يكسب المعشوق حتى يظن أنه من الحبيب كنهه لشدة العلاقة والصدق في الصداقة. وهذه القضية في حكمها مرضية أثبته البيان والنقل والعيان، كذاك قال الأول الحق لا يؤول. نحن من المساعدة نحيا بروح واحدة، ومثلوا بالجسد والروح بالتجرد، فالروح إن أمر عنا تقول للجسم أنا. وقال جل الناظم مستند الأعاظم من العلوم قد نشر منصور أستاذ البشر، وأمر هذا الحكم لم يقترن بعلمي، وأنه قد ظهر مشاهدا بلا مرى فمنه ما جرى لي في غالب الليالي. أصابني يوما ألم من غير إنذار ألم، فاحترت منه عجبا لما فقدت السببا، واستغرقتني الفكر حتى أتاني الخبر أن حبيبا لي عرض بجسمه هذا المرض، فازداد عند علمي تصديق هذا الحكم، فالصدق في المحبة يوجب هذه النسبة. فكن صديقا صادقا ولا تكن ممابقا حتى تقول معلنا إني ومن أهوانا.